السلام عليكم ورحمة الله. سباق 100 متر بطولة العالم، السباق الذي يحدد أسرع رجل في العالم، السباق الذي عرف السيطرة الأمريكية المطلقة، لم يترك أي ميدالية لأي عداء من منتخب آخر. كما كان متوقعا، التألق ديال فريد كيرلي الذي تألق في الإحصائيات حقق رقما قدره 86 في السباق النهائي. مركز ثاني أمريكي كذلك مارفن براسي 88، مركز ثالث ترايفن برومل 88 كذلك، الثاني والثالث نفس التوقيت، وبالتالي يجب الالتجاء إلى الأجزاء من الألف لتحديد من هو الفائز بالفضة والبرونز. الأمريكي الرابع كريستيان كولمان صاحب الانطلاقة القوية يحتل المركز السادس، المستوى جد عالي، تنافس جد شرس. الجامايكي الشاب المتألق أوبليك سيفي يحتل المركز الرابع، كنا كنتوقعوا أنه يطلع بوديوم، حقق توقيت ديال 99، ولكن سيفي لازال عنده تعثر من حيث الانطلاقة ديالو بطيئة بعض الشيء بالمقارنة مع عدائين آخرين، وكتشوفوا أن الوقت ديال الرياكشن تايم، الوقت ديال ردة الفعل، فهو بطيء نسبيا مقارنة مع العدائين الآخرين. إذا الأمريكيين يسيطرون على سباق 100 متر بعدما كانوا يتضايقون من الوجود الجامايكي. أكثر من علامة استفهام تطرح على العداء جاكوبس مارسيل لاموند، انسحب في الدور السابق، الدور نصف النهائي، طبيعة الحال انسحب من أجل تفادي كثرة الأسئلة. وكذلك هناك العداء الذي حقق البرونز في طوكيو، أندري دوغراس، فهو لم يتأهل لأن الهيت ديالو كان قوي جدا. إذا فكير لي صاحب برونزية الدوحة يتألق يحصل على الذهب، برومل صاحب برونزية بيجن 2015 يحصل الذهب كذلك. تألق أمريكي كبير. أشكركم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.